أن الله عز وجل يعطي العبد يوم القيامة كذا مدينة فيها كذا وفيها كذا لؤلؤ وذهب ومرجان، هذا يعني شنو توجيهه؟ يعني مثلا إحنا نعرف أن الذهب واللؤلؤ أو القضايا اللي نسميها أحجار كريمة أو معادن ثمينة، هاي نعرفها إحنا هنا ثمنها يتحدد لوجود الإشباع. شلون يعني؟ خل أقرب لك الفكرة. الاقتصاديين لما يمرون بالسلع يقولون ثمن السلعة بنسبة ما فيها من إشباع. يعني مثلا بيت أسكنه، بيت أسكنه، هذا البيت يمنع من عني الحار والبرد ويمنع عني عيون الناس وتطفلهم ويحفظ أغراضي وأدواتي وأموالي بإشباع مباشر إلي بنسبة إشباع ثمنه، نوعيته، نوعية بناء موقعة، الجهات كلها وبإشباع. زين، الطعام اللي أكله بإشباع، معدتي تحتاجه مقابل هالإشباع هذا اللي يصير عندي أنا أدفع ثمن. زين، بالجنة مثلا أنا لما أريد أكون في رضوان الله عز وجل، إذا كنت في رضوان الله ما يهمني أن أكون في لؤلؤة أو أكون في خص مع القصر. ويقول القرآن الكريم حور مقصورات في الخيام. هسه الخيمة شنو؟ خيمة من قماش أو خيمة بفرق، المهم ما أكون أنا في رحمة الله، في ظل الله الذي نرجو رحمته في الدنيا والآخرة. الواقع ما يفرق أن يكون هذا أو ذاك. شنو معنى مثلا بعض الروايات اللي تعطي المؤمن هالقد غرفة 70 كذا غرفة، كل غرفة إلها مصاريع كذا فيها كذا فيها كذا، الداعي يعني هاي إلها منشأ لو ما إلها منشأ؟ إذا مسألة إشباع هناك ما موجود هذا موضوع الإشباع. أكو أحيانا إشباع معنوي، الإشباع المعنوي هنا عندنا الطبقة تتحدد بملابساتها. شلون يعني الطبقة تتحدد بملابساتها؟ أكو نوع من السيارات ما يركبوا إلا طبقة خاصة، أكو نوع من البيوت ما تسكنها إلا طبقة خاصة، الرتبة الاجتماعية تحددها هاي الخدمات اللي يستخدمها الإنسان، الأشياء اللي يستخدمها الإنسان. زين، هناك أكو شيء أو لا؟ يعني مثلا المؤمن يعطى أو كذا، يبدو أكو شيء من هذا القبيل. شنو؟ يعني منازل أكو درجات، وإلا مو من ناحية سواء كان الغرفة لؤلؤة أو من خشب، لكن يظهر أكو تحديد كرامة للأولياء، أكو بتعبير آخر للمطيعين، للمؤمنين تمييز. يعني أكو بعض الناس عند نسبة معينة من الإيمان، وطبعا هاي النسب محفوظة، ما يمكن الله عز وجل هو تعبدنا بالعقل والعقل يقتضي أن تكون النسب محفوظة، الله تبارك وتعالى تعبدنا بالعقل. يعني أنا إذا واحد الآن أتعامل وياه بسوق، أنا أعرف هذا حجمه 1000 دينار، ما أتعامل وياه ب70,000 دينار، أتعامل وفق حجمه. كذلك إذا أكو عنده نسب معنوية، أكو عنده معلومات مال ثانوية أو مال أفرض كلية، أتعامل وياه بحجمه، خليه مدرس مال ابتدائية، لكن مدرس ثانوية لازم يكون عنده رتبة أعلى، مدرس جامعة لازم يكون عنده رتبة أعلى. إذن الرتب الله عندما تعبدنا بالعقل، العقل يقول الرتب محفوظة، فيبدو أن الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى المؤمنين اللي عنده خدمات، عنده أخلاق، وعنده للمجتمع إحسان وبر، وعنده لنفسه رعاية، وعنده لمقدساته خدمة، طبعا ما في شك أن هذا الله تبارك وتعالى يعطيه منزلة تتناسب معه. فغير هالمعنى ما إلها توجيه، لكن لا يصل إلى درجة بحيث يأباها العقل أو يأباها تأباه المقاييس. لأن أحيانا أنت قد تقرأ روايات الواقع ما تشتهي تقرأها، يعني لئلا يتدس، إما المجتمع ما يهضمها أو لا، هي في حد ذاتها ما تلتقي مع المقاييس التي أرادها الله عز وجل. سيعطى
70,000 قصر، في كل قصر 70,000 غرفة، في كل غرفة تعلمن، السبعينات تعلمن، يعني فرد شيء فرض. المهم أنت خليه هذا في رحمة الله، خليه في ظل الله. يعني إحنا نؤمن بما ورد به القرآن، بما جاء به الكتاب الكريم، أما التفاسير ما يعني إحنا ما مسؤولين عن الإيمان بها. أكو أشياء ما مسؤولين عن الإيمان بها، الواقع مسؤولين بالإيمان بالجملة. أؤمن أن هناك نعيم وأن هناك عذاب. القرآن الكريم يرسم لي صور النعيم، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، إلى آخر هالصور الرائعة اللي يرسمها القرآن الكريم في حدود تتناسب مع العقل ومع المقاييس. أما أنماط من التفاصيل اللي قد تكون حتى لو كانت صحيحة وتأباها قدراتنا العقلية، ما ملزمين إحنا بالإيمان بها، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.